السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، رجعنا لكم بفيديو جديد. هذا الفيديو راح نشرح فيه تطبيق هلو بول. هذا التطبيق طبعا متوفر على السوق بلاي، تقدرون تنزلونه من خلال الرابط الموجود بالوصف. نقوم بشرح التطبيق بالتفصيل وياكم حتى تستفادون منه. نضغط على التطبيق ونقوم بفتح التطبيق. بعد فتح التطبيق تظهر لنا هذه الواجهة، واجهة تسجيل الحساب، اما تسجيل الدخول عن طريق جوجل او تسجيل الدخول عن طريق رقم الهاتف. انا حاليا راح اسجل دخول عن طريق جوجل. بعد ما اختارينا الحساب ننتظر على ما يتم التسجيل. تم تسجيل الدخول الى الحساب، وهذه هي واجهة الحساب. هنا تسجيل الوصول اليومي، مكافآت الوصول اليومي اللي هي 10%، 30%، 60%، 150%، لحد نهاية الأسبوع 200%، تحقق في الكسب. هنا يقول لك تم تسجيل الدخول، يقول لك هنا اذهب إلى المهام، أكو مهام تحصل من وراها فاصوليات. هنا يقول لك بالأسفل إعادة شحن، إرسال هدية، افتح التطبيق لمدة 3 أيام متتالية، ارتفاع ضوء الفيديو وغيرها من الاعدادات. هسه حاليا نقوم بشرح التطبيق. السماح بالوصول، نقل رفض او سماح، انت بلي عجبك. طبعا هي هاي غرف الدردشة الظاهرة امامكم. من هنا تظهر غرف الدردشة مثل ما جاي تشوفون. تطبيق عربي على سبيل المثال، هاي بث المباشر لي في التطبيق. هاي ليست غرف دردشة عفوا، وإنما بث مباشر للتطبيق. عندك هنا الموصى به الشعبي المتاحة. نجي إلى الخيار الثاني اللي هي هذا. عندك ذول الأشخاص أو المنشورات للأشخاص، تقدر تعلق، تقدر تنطي لايك وغيرها من هذه الأمور. تقدر تقوم بالبث من خلال الضغط هنا أو الدخول إلى الغرف. عندك هنا خدمة العملاء، هنا غرف أخرى، نطي السماح بالوصول. هذه هي غرف الدردشة مثل ما جاي تشوفون. للخروج ننقر هنا. هاي غرف الدردشة تقدر تحصل من خلالها هدايا وغيرها من هذه الأمور. عندك هنا المحادثات، وعندك هنا الحساب الرسمي الخاص بك. عندك هنا المستوى، النخب، مركز المهام، الأوصياء، عندك العملات، وعندك الأرباح، نقاط التأثير، الأرباح تقدر تسحبها. عندك هنا المتجر ودعوة الأصدقاء وحفلتي. خلنا نشوف دعوة الأصدقاء ايش قد يعطي على دعوة كل صديق. طبعا التطبيق هو اعتقد صيني، فمثل ما جاي تشوفون ما جاي يوضح لنا شيء. وعندك هنا الاعدادات وغيرها من هذه الامور. لشحن العملات الفاصولية ننقر على شحن. طبعا تقدر تحصل الارباح من خلال البث المباشر وخلال الهدايا. تطبيق جدا حلو واستخدامه واسع، اتمنى تستفادون من عنده، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة. مع تحياتي للجميع.